ما فهمتش انا وقتاش ممكن تطلقوا قولوا خلينا نحكي. ليه ولا فما ناس فما مشاهير ما تقولش وقتاش تقول لك هذيك حياتي الشخصيه ما يهمكش انت تطلق نعرس. عندهم الحق ولا فما عباد عندها الحق فما عباد عندها الحق وراو معناتها ما تخبر المشاهير للعموم ما تنجم كيما انت ما يهمكش لازم تفهم انا لازم وعلاش وكيفاش لازم اوبليجي. نحكيو على اميره الجزيري زوجة النمس يوسف المساكني الكوارجي يوسف المساكني اللي عيد ميلاده البارح. عملوا تصوير على الانستغرام في حسابها الرسمي في الانستغرام مع بناته الزوز وكالعاده خبت وجوه صغارها بكليموتيكون هذاك اما خانها الحظ خاطر صورتهم فوق طاوله والطاوله ميرواتي دونك ظهر الوجوه. عندي صديق وجل التحية زميلنا في قناة الحوار التونسي حسين العبسي اكتب كي تخاف من العين أم العين ما تخافش منك. وما برش عبيد يحبوا يخبيوا صغار معناه اي سديش ايه. فما شكون يحب يخبي فما لي فما اللي يخاف من العين فما ايه مليكة ايه. هو دونك مليكة محلة محروس صحيح محروس مليكته وحرسته ناس قبل أموره واضحة هذه كانت اخبار جوزيف هاوكا تبارك الله عليه ما يخلي حد ما يرحم حتى حد لا جلب تونسي لا امريكاني لا الحمد لله ما عملتش برشا مشاكل المده هذيا لا جنبي قاعد تسخن ولا كيف نهار الاثنين نتفاهم ان شاء الله. يا سيدي نحن مازلنا مواصلين معاكم حتى نص